نصل معكم إلى المساحة الحوارية الثانية، واليوم راح نتكلم شأن الرياضي. إذن عندنا فرسان في الكويت، وحققوا فرسان وفارسات الكويت نتائج مبهرة بتأهل 5 منهم إلى بطولة العالم لسباقات القدرة والتحمل المرتقبة في مدينة فيرونا الإيطالية شهر أكتوبر المقبل. خلونا نتكلم اليوم أكثر عن هذا الإنجاز. اليوم معنا 2 من الفرسان الخمسة المتأهلين لكأس العالم. معنا الفارس ضاري مطلق المطيري المتأهل بعد نيله ذهبية سباق البرتقال، وأيضا عندنا الفارسة إيمان محمود العتيبي المتأهلة بعد نيلها فضية سباق سلوفاكيا. يعطيكم العافية وبالتوفيق، ومبروك عليكم هذه الميداليات. نتمنى فعلا أن تكونون معنا ضيوف في المستقبل القريب بجوائز أكثر وكؤوس أكثر وميداليات أكثر إن شاء الله. يعطيكم العافية. طبعا يمكن إحنا تحت الهواء تكلمنا شوية، وعرفت أن يمكن هذه رابع بطولة تشارك فيها إذا نقدر أن إحنا نقول صداري، وأما بالنسبة لك فإن هي الأولى. نبي نعرف الفرق الحين، في أول مرة نلت البطولة شنو كان شعورك، وهل تحس في تشجيع للتطور من الأولى إلى الرابعة؟ هو الحمد لله هذه رابع مرة تأهل بطولة عالمية مثل كأس العالم، وطبعا تفرق أن أول بطولة أول تأهل يكون مو ذاك الخبرة نفس اللي الحين، والحمد لله في هالمرة حققت المركز الأول في البطولة التأهيلية لمسافة 160 كيلو. طبعا هذا الانجاز غير مسبوق بتاريخ الكويت ما شاء الله، ان على هالمسافه 160 كيلو المركز الاول. ممتاز، لله الحمد. الحمد لله، يعطيك العافيه. ايمان، انت اول مره تاخذين تشاركين في هذه البطوله وتاخذين فيها الفضيه. خلينا نتكلم عن هذه النقطه، خلينا نعرف شنو شعور الفوز، وهل كنت تحسين انه راح توصلين لهذه المستويات؟ شنو كانت المشاعر وقتها؟ أنا الحمد لله شاركت في سباق 3 نجوم اللي هو سباق 3 ستار 140 و 160 كيلو، والسباقين خذيت فيهم المركز الثاني ما شاء الله. ومن هالسباقين الحمد لله أني تأهلت حق كأس العالم، هذه أول مرة أنا أتأهل فيها حق كأس العالم. شو تحسين أن يعني تشجيع، تحسين في أن هناك رغبة في أنك تقدمين أكثر؟ شنو اللي الشعور أنه متحسين أنه بهذا الحجم من يعني نقدر نقول مسؤولية يعني تحسين؟ أي أكيد، بس هو بنفس الوقت شعور حماسي أنك تكملين، وإن شاء الله يعني الواحد ما يشوف إلا اللي قدامه. طبعا أكيد. طب خلينا نتكلم عن التأهل لآلية التأهل للكأس العالم نفسه، شلون تهيئون نفسكم؟ شلون تقدرون تحققون هذا المستوى من الإنجاز؟ شلون تقدرون تنافسون البطولات الأخرى؟ بالنسبة للتأهل طبعا من شروط التأهل كأس العالم على الفارس أنه يجتاز سباقين 120 كيلو. هو دوري ولا جولات راح يكون؟ لا جولات. جولات أنه تكون السباقات الأولى 120 كيلو سباق النجمتين، بعدين يتأهل 160، ولازم يكون عند الفارس مرتين بعد 160 كيلو ليسمح له المشاركة في كأس العالم. فالاستعدادات تكون في استعدادات محلية، في استعدادات دولية، وتفرق على حسب الأرضية والمسافة اللي بنروح لها والأجواء البطولة. أكيد راح يكون في هناك أكيد فروقات، يعني إنه بشكل أو بآخر. يمكن الحين النظام اللي حضرتك فيه في البطوله يختلف عن النظام اللي انتم فيه، ولا هو يكون نفس الشيء؟ نفس الشيء. فنفس النظام. اوكي، راح يكون ان شاء الله عندنا 5 اذا مؤهلين لهذه البطوله. اتمنى فعلا انكم تكونون من اكيد المقدمه. طبعا بطوله كاس العالم للقدره والتحمل اللي احنا ناطرينها في فيرونا في ايطاليا اكتوبر المقبل، متى تروحون ايطاليا عشان يعني تحس ان التدريب يحتاج تهيئه، خصوصا ببلد الاخر يعني مثلا في البلد المستضيف؟ صح. فشلون متى تكونون تروحون هناك، وش كثر وقت ياخذكم على ما تتاقلمون على الاجواء؟ واكيد الحصان نفسه يكون متاقلم مع الاجواء الجديده. مثلك عارفه اختلاف الاجواء واختلاف الظروف كامله، كثر ما رحنا بوقت ابكر يكون احسن طبعا. فيعني انا والاخوان عندنا يعني الدعم بسيط، ف من هذه الناحيه يعني دائما نروح يعني بوقت بسيط، ما نروح انه وقت نعسكر بحكم ان انتم اللي اي ان التكلفه تكون يعني حتى الدعم يكون بسيط جدا. ف ما تقدرين تروحين يعني
يعني يكون عبء عليكم اكيد ان الكوست مالها حيل يكون غالي. نعم ان تقعدين تعسكرين قبل اكيد فترة. تودي اكيد الخيل وما شابه اكيد راح يكون مكلف بشكل او باخر. نفس التجربه يمكن لك بما انها الاولى تحسين ان نفس الموضوع راح يكون، هل هناك تهيئ نفسي لازم يكون قبلها تكونون في البلد المستضيف من قبل؟ اكيد هو يفترض ان يعني على الاقل ان نكون قبل السباق باسبوع على الاقل شيء هناك. لكن يعني حتى انا على خبرتي السباقات السابقه يعني كلها قبل سباق بيومين اكون بالدوله وبعد السباق بيوم ارد الكويت. تحسين صعب يكون من يكون الوضع بهذا؟ لا يعني هو صعب من ناحيه ان شلون تلحقين على تعطين فيتامينات حق الحصان وبنفس الوقت ان شلون يمديك تشوفين حالته ما بعد السفر ما بعد السباق نفسه بعد يعني السباق. اكيد الخيل يبي له متابعه طبعا اكيد يعني الخيل من اكيد الحيوانات اللي يعني شنو نقدر نقول عنها يعني كائن رائع يعني فاكيد يكون له نوع من التعامل يختلف جدا عن باقي الأكيد الحيوانات. لكن اذا بنتكلم ايضا عن هذه النقطه وهذه نقطه جدا مهمه يعني اذا قلتي يومين انا احس انه ما يمدي يعني حتى الواحد لما يسافر سفره عاديه يومين ما يمدي يتاقلم مع الاجواء. شلون تقدرون انكم تركزون وتقدرون انكم تحققون هذا الانجاز فتره وجيزه جدا؟ احنا بصفتي كباري وفارس كويتي اتوقع يعني اي شيء عشان نرفع علم الكويت راح نجتهد فيه قد ما قدرنا. برافو. طبعا اكيد هذا الشيء يبعث هذا بروحه شيء يبعث الى الدفع يعني يكون هذا هو الطموح بالنهايه. انواع الخيول اللي تستخدم في مثل هذه يعني الخيول اللي تتعاملون معها هل هي خيول عربيه هل هي خيول هل هو نفس الخيل اللي تتعامل معه في كل البطولات؟ شلون نقدر ان احنا نقول يعني شنو النوع اول شيء؟ بالنسبه للنوع هي تفرق بدقريات معينه يعني سلالات معينه حق الغدره اغلب اهل الخيل مثلا يكون عارفين مثلا السلاله هذه زينه والسلاله هذه زينه. بالنسبه للبطولات بطولات الخليج الخيل تفرق عن بطولات اوروبا. يعني بطولات اوروبا جبال يعني كلوب فتحتاج قدره اكبر تحتاج يعني طبيعه خيل وغير عن الخيل اللي بالخليج. ممتاز. طيب الحين الدول السابقه اللي رحتها الحين حاليا راح تروحون ايطاليا ان شاء الله شهر اكتوبر، قبلها وين كنتوا في التجارب السابقه؟ انا تو كنت بالبرتغال البطوله وقبلها كنت باسبانيا والبطوله اللي قبلها فرنسا. يعني هذا كله للحين في اوروبا فالاجواء تكون نوعا ما متشابهه. هل نفس الخيل تستخدم في هذه الاجواء ايضا يختلف؟ لا يختلف. طيب اوكي. لكن في معلومه ان سباق كاس العالم نفس الحصان اللي راح تركب اللي الفارس يركبه لسباق 120 لسباق الثري ستار اللي هو 160 هو الحصان اللي يركبه حق يتأهل عليه حق كاس العالم. شنو الفرق شنو الحكمه من هذه النقطه ان هذا هو الخيل هو اللي هذه القوانين الدوليه تخلي الفارس ان الحصان اللي انت متأهل عليه اللي شاركت فيه ال 160 ان هو اللي تشارك فيه البطولة كاس العالم هذا قانون دولي. طيب خلينا نتكلم عن القرار نفسه. اذا كنا نقدر ان احنا نتكلم عن الخيول اللي تستخدم هل هي خيولكم ام هي خيول الاتحاد وهم اللي يقررون اي خيل راح يشارك؟ شلون تتم عمليه اختيار هذا الخيل لاي بطوله؟ بالنسبه للاتحاد عندنا الاتحاد الكويتي يعني جديد يعني ما صار له سنتين رئيس لجنة الغدرة تحمل أخوي فهد المعضادي. الاتحاد عندنا الاتحاد الكويتي ما يملك خيول شخصية متأهل عليها وفي هناك طريقة يعني في خيول ملك وفي خيول أجار. أوكي. فاللي أنتوا تختارون أو في هذه البطولات أنتوا اللي تختارونهم أم يكونون مختارين لكم؟ لا كل واحد وشنو هو اللي كل واحد يختار يعني أنا عن نفسي أنا المالكة وكل واحد يعني هو اختياره يعني. اوكي فيعني لكم مجال الاختيار بالنهايه ان الواحد يكون يعني يكون الفرق مجال الاختيار قبل كاس العالم مجال الاختيار حتى كاس العالم لازم يكون هو الخيل اللي مثل ما قلت قبل شوي. طيب بلوغ كاس العالم للقدره والتحمل الحين هي هذه الهدف هذا اللي العين عليه نقدر ان احنا نقول هني بالكويت احنا عرفنا ان لما توصلون هناك راح تكون الفتره قصيره هني بالكويت هل يزيد ستزيد ساعات التدريب هل شلون تقدرون تساعدون نفسكم تهيئون نفسكم حق هذه البطوله في البدايه؟ بالنسبه للتهيئه للبطوله
يعني خاصة الموسم الأوروبي وبطولة كأس العالم بتكون يعني شهر 10 قبلها بالكويت، يعني ما نقدر نزيد ساعات التدريب. اي طبعا ظروف الاجواء طبعا اكيد، فنكون نذهب نفسنا حقها بمشاركات. في هناك من يرسل الخيول الى الخارج في هذه الفتره، فتره الصيف في الكويت، صح، عشان طبعا اكيد، صح، تقدر ان الخيل تتاقلم مع هذه الاجواء، خصوصا احنا اجواءنا شوي قاسيه، صح، في حال عدم توفر البيئه المناسبه لها في الكويت. صح. شلون تتصرفون مع الخيول في هذه الاجواء في الصيف؟ 7 8 9 هذه الأجواء، يعني قبل لا تغيب الشمس مثلا الواحد يركب له نص ساعة 20 دقيقة. طبعا مو الخيل اللي خيل القدرة اللي احنا نركبها أساسا في السباقات، في خيل النوع الثاني اللي هي اللي يسمونها حق الخيالة اللي هي الوناسة. يعني هذا التدريب لكم أنتم، مو للخيل نفسه. هذا بس للياقة الشخصية. أي أوكي. يعني ممتاز، وكل واحد يختلف تتأقلمون يعني في هذه الفترة. تحس أن الوقت يمكن شوي ما يساعد كونها في شهر 10، وإحنا نتكلم عن الصيف في شهر في الكويت، هذه الأشهر القاسية من درجات الحرارة، تحس يعني ما يمدي الواحد يتدرب، لكن في طموح أن الواحد يسعى. الحمد لله في طموح، ومن الأشياء اللي قاعد تنفعنا أن حنا دايركت بهالوقت نذهب حق الموسم الكويتي. شلون؟ الموسم المحلي، يعني الخيل بدأت تشتغل عندنا. أي. عشان عندنا البطولات بالكويت شهر 10، يعني نكون حنا شغالين معاها يعني دايركت. حلو. الخيل شغاله الحين، قاعد نحاول نشتغل الساعة 10، يمكن قاعد احاتي الخيل اكثر من اي شيء ثاني. بس اذا بنتكلم عن الحين، وقت اللي اكتشفت اني انا عندي هذه القدره وانا عندي هذه الملكه، وان انا اقدر ان انا اخذ اسمي واسم الكويت واقدر ان اخذه في محافل واجيب فيها ميداليات، متى حسيتي ان انت قادره وان انت راح تاخذين هذه الخطوه وتبدين بهذا المشوار؟ والله يعني الواحد ما يعرف شيء الا لما يمشي اول خطوه ويتوفق من الله. اي متى بديتي يعني، متى حسيت ان هذا الشيء انا حبيته وابيني اجربه؟ من سنه 2019 2020 اول سباق لي. ممتاز. فحسيت اني اقدر اني اكمل باقي السباقات، واني اقدر اكمل على اللي هي، لان كل سباق في نفس المرتبه عالميا، فعلى حسب شنو اللي تيبينه، مثلا المركز توب 10 او توب 3 او توب 5، الرتبه هذه تتغير بموقع الاف اي اي عند دوليا عالميا. فحسيت انه بالعكس انا لي عندي اللي هي حاله تحدي، انه ودي ادش كل سباق وكل واشوف السكور شلون يصعد شلون ينزل. هذا يسبب لك حماس يعني، اكيد هذا الشيء يكون دافع. ظهري شلون كان معك الوضع؟ أنا بلشت خيل من 99 2000، ما شاء الله، من وأنا صغير في المجال، ما شاء الله، والحمد لله. الحمد لله لاقي نفسك فيه. الحمد لله. هذا أهم شيء طبعا أكيد، وبانتظار أنكم ترجعون إن شاء الله لنا، ورافعين أكيد اسم الكويت بكأس العالم إن شاء الله قدها عيالنا، ونتمنى لكم التوفيق، ونلقاكم إن شاء الله مرة أخرى بس تردوا من إيطاليا نسمع عن هذه التجربة، وأكيد نتمنى لكم كل التوفيق. كان معنا الفارس ضاري مطلق المطيري المتأهل بعد نيله ذهبية سباق الخيول في البرتغال، وأيضا معنا الفارسة إيمان العتيبي المتأهلة بعد نيله فضية سباق سلوفاكيا.